السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصريين وتتفرج على قناة بيم أريبيا. والنهاردة هنتكلم على جزء من الكود السنغافوري الخاص بالبيم، وهو عبارة عن السبميشن بتاع البيم الام اي بي. طبعا هم عاملين واحد للريفت، وعاملين واحد للاركيكاد، وعاملين واحد لكذا برنامج. في برنامج تبع بنتلي اسمه ايكوسيم، عاملين له تمبليت بحيث يسهل عليك الشغل. والكتاب ده بيشرح لك طريقة الشغل، فبيقول لك ان انت اول ما تفتح الملف هتعمل ايديت لل بنسميه اللي اوت اللي هو دوت، تقدر تخش تعدل عليه، تقدر تلغي صوره اللوجو بتاع الشركه، تحط لوجو الشركه بتاعتك وتسيفه وتحمله معاك في المشروع تشتغل بيه. وممكن تغير بقى اللوكيشن كتمبليت، يعني هتيجي هنا تمام، ده الملف اهوت، وتقدر تيجي وتدخل تقول له في الاوبشن انا عايز اخلي التمبليت بتاعي في الباك اند الفلاني. هنروح على الاوبشن، وبعد كده هتلاقي هنا في الفايل لوكيشن تقدر تزود التمبليت اللي انت عايزه. تقدر تختار التمبليت دوت بتاع الام اي بي وتقول له اوكي، فيبدا يتضاف عندك بالشكل دوت. وبعد كده هنا بيقول لك البروجكت براوزر، هتلاقي هنا الملفات بتاعت الفيو، وبعد كده هتلاقي الليجند، وبعد كده الاسكادول، وبعد كده هتلاقي الشيت بتاعك. بيقول لك ان في فولدر هتلاقي فيه الملفات ديت، خلينا نبص كده عليها اهي. الفيرم شيرنج بيبدا تنزل معاك بالشكل ده. وبعد كده بيقول لك دي الخطوط بتاعت الاليفيشن. طيب بتاع عشان تشوف الاليفيشن لازم تدخل في الاليفيشن، تقدر تعمل كده سيرش وتقول له اليفيشن. هيبدأ يجيب لك الاليفيشن بشكل دوت، تقدر تعدل فيه. طيب لو انت عايز تنزل رمز من الرموز ديت، هتدخل في انوتيشن تقول له سامبل، وتبدأ تحملها بشكل دوت. طبعا تقدر تيجي من هنا تختار الشكل اللي انت عايزه وينزل معاك. هنا سايت كونفجريشن، بتبدأ تعمل الاعدادات بتاعت السايت. بروجكت لوكيشن، تبدأ تحدد من قائمة المانج، الإعداد كلها بتبقى في قائمة مانج، هتقول له اللوكيشن والكوردينيتور، وتبدأ تحدد المكان بتاع المشروع والويزر والسايد بتاعك. والإعدادات بتاعت الاسكادولات تبدأ تعدها، الروم تقدر تنزل الرموز بتاعتك. بيقول لك هتلاقي الليجند موجود، فتقدر تحطه في قلب الشيت لو احتجت ليه. تقدر تحدد الفيس بتاعت الحاجه بتاعتك، تمام، يعني كل حاجه بيبقى ليها الفيس بتاعتها. الفيس دي يعني لو الشغل متقسم على مراحل، فتقدر تحدد انت عايز تشوف انهي مرحله دلوقتي، وتحدد الفيس اللي انت شغال فيها. ده بيفرق ان في بعض العناصر بتختفي. الفلاتر بتاعتك، الفلتر ده يعني هتيجي هنا مثلا تقول له في في، تدخل على الفلتر وتبدا تشوف الالوان بتاعتك. خلينا مثلا نفتح فلور عادي، تقول له في في فلتر، لو مفيش فلتر تقول له اد، وتبدا تختار الفلاتر اللي انت عايزها. اوكي، تبدا تظهر هنا، فتقدر تحدد شكل الخطوط هيبقى عامل ازاي. هنا لسه فيرجن، لو انت عايز تنقل حاجه من مشروع لمشروع، انت شغال في مشروع وعايز تنقل حاجه مشروع اخر، فبتبقى فاتح الاثنين، وتيجي على الملف الجديد اللي انت عايز تستورد له وتقول له ترانسفير بروجكت، تختار الملف الثاني وتبدا تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تختارها وتقول له اوكي، فيبدا يجيب لك الاعدادات من الملف الاخر. بس زي ما انت شايف حاجات بسيطه جدا تقدر تعتمد عليها عشان تشوف الشغل البيم بتاعك. وهتلاقي الاسكادولات جاهزة خاصة مثلا باللايتنج، بتبقى فاضية لحد ما تبدأ شغل. كل ما تعمل حاجة تبدأ تظهر الحاجات بتاعتها. وهنا هتلاقي الشتات، وموجود هنا الليجند زي ما انت شايف.